السلام عليكم. بصفتي رئيس اتحاد جمعية المجتمع المدني لجامعة الدراجة، في صدد الاتحاد قام بنشاط عملية إعذار مجانية 100% لفائدة أبناء منطقة جامعة الدراجة. الحملة استفدت فيها جميع دواوير جامعة الدراجة، تقادير نيدا وبلا، أزراراك، تماعيد، جميع المناطق ديال الدراجة. وكل صراحة كنشكروا الناس اللي تضامنوا معنا في هذه العملية، مثل شركة سوريميد، شركة سوريفا، مؤسسة الملك مؤنس بن الملك المدعم الرسمي لهذه العملية، لأنه كل عام كيتعاون معنا، السلطة المحلية، جمعية أرباب أكادير، جمعية أكادير الكبير لأرباب المصابين، جمعيات المجتمع المدني بجامعة الدراجة، بعض أعضاء جامعة الدراجة. وفي هذا الصدد الحمد لله العملية نجحت 100%، استفدوا الناس من الحوايج، استفدوا الناس من الدواء. رغم ذلك كنتأسفوا عدم دعم جامعة الدراجة، ما عطاتنا والو للمرة، نقولوا واش غنقولوا للمرة الثالثة، دابا هذه ما كتعطيناش والو، لأنه ما كنتميوش للحزب ديالهم، لأنه خصك حتى تكون في حزب عدالة والتنمية باش تستافد. رغم ذلك طلب من الرئيسة، هي اللي طلبت منا باش نديروا هذا النشاط، في الأخير كنتفاجئوا منها، ما بغاتش تعطينا الدواء. ورغم ذلك الدواء والحوايج موجودين في الجامعة، غير كيتغبروا تما، ما عرفتش شنو يديروا بهم. والحمد لله بجهد الله وبجهد المحسنين وجميع الأطراف كلها، العملية دازت بخير وعلى خير. إلى حدود الساعة راه وصلنا 111، والعملية غادية مستمرة إن شاء الله. وكنشكروا الإذاعة ديال جريدة الدراجة بريس اللي كدعمنا، كل نشاط كنديروه كاتحاد ولا كجمعيات فيما عيطنا لهم كنلقاهم. وكنشكروا الإذاعة الجهوية حتى هي اللي دوزات الريبورتاج اليوم إن شاء الله. وربما إلا نسيت شي واحد راه يسمح لينا، راه ما درناش عن قصد.